بعد مشاركة جاد في القمة التي عقدت في نيروبي حول تطوير الشباب في العام الماضي، نظمت هذه الورشة لإيداد حصيلة المشاركة الخاصة بتنمية الشباب التشادي التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتنمية السكان. ممثلة منظمة الأمم المتحدة لتنمية السكان قالت إن منظمتها تعمل من أجل دعم السكان في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والاجتماعية. وفي كلمته الافتتاحية، المدير العام بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون الدولي نصر بهر محمد إتنو وصف سياسة رئيس الجمهورية مشير تشاد إدريس ديب إتنو التي خصصت مكانة مرموقة للشباب وفي قمة أولوياته، كما أشار إلى إحصائية العام 2014 للشباب التي بلغت 1.2 مليار على مستوى العالم، كما أصدرت عدة قرارات لمشاركة الشباب في مراكز اتخاذ القرار. هذا وستستمر هذه الورشة لمدة 3 أيام بمركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية سيفوت.